السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة رجعنا في فيديو جديد وهو طرق سحب المياه الجوفية. بس قبل كده يا جماعة ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واللايكات ولو في تعليقات عشان نقدم كل ما هو جديد. نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. المحتويات اللي هنتكلم عنها النهاردة: 1 طرق سحب المياه الجوفية، ومنها رقم 1 آبار الثقب، 2 الآبار الأنبوبية، 3 الآبار المحفورة يدويا. النقطة الثانية المياه الجوفية. النقطة الأولى طرق سحب المياه الجوفية. هناك العديد من أنواع آبار المياه الجوفية، وفيما يأتي توضيح لها ولأبرز الطرق المستخدمة لحفرها. 1 آبار الثقب. يتم حفر آبار الثقب باستخدام آلات الحفر بالدقة أو آلات الحفر الدوارة، وذلك من خلال الحفر العمق يزيد عن 304 متر، بحيث يخترق البئر طبقات الصخور غير المتماسكة، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تدفق الرواسب داخل البئر أو حدوث انهيارات. لذا من المهم تغطية البئر بإحكام لمنع تدفق الرواسب إلى المياه بداخله، وذلك باستخدام مواد معينة مثل الأسمنت الخالص أو البتومين. ويتم استخدام معدات خاصة لحفر الآبار مثل الهوائي الدوار أو مطرقة الثقب أو دلو أو جير، أو بتقنية الحفر الدوراني العكسي. النقطة الثانية الآبار الأنبوبية. تعد الآبار الأنبوبية إحدى أكثر أنواع الآبار الجوفية باستخدام في الوقت الحاضر، حيث يتم فيها سحب المياه من طبقات المياه الجوفية القريبة من سطح الأرض من خلال دفع بئر حتى يصل العمق يتراوح ما بين 9 ل 15 متر تقريبا، يثبت على الجزء السفلي منه مرشح لمنع دخول الرواسب، وبعدها يصل البئر إلى العمق المطلوب. يتم غسله وتنظيفه من جميع الأوساخ داخله، ثم يتم تثبيت مضخة لسحب المياه منه. النقطة الثالثة الآبار المحفورة يدويا. تعتمد الآبار المحفورة يدويا على استخدام المجرفة لحفرها، لذا يعد هذا النوع من الآبار نادر الاستخدام نظرا إلى صعوبة حفره، حيث يتم الحفر حتى الوصول إلى عمق يصل إلى أسفل منسوب المياه، ثم يتم تبطين البئر بالحجر أو الطوب من أجل دعمه وحمايته من الانهيار. يمتاز هذا النوع من الآبار بقطر كبير يشغل مساحة كبيرة من طبقات المياه الجوفية للحصول على المياه من مواد أقل نفاذية مثل الرمل الناعم جدا أو الطمي أو الطين، لكن من عيوبه أنه بئر ضحل يفتقر إلى وجود غطاء دائم، الأمر الذي يجعله عرضة للتلوث من المصادر القريبة من السطح، بالإضافة إلى أنه يجف خلال فترات الجفاف في حال انخفض منسوب المياه إلى ما دون قاع البئر. النقطة الثانية والأخيرة المياه الجوفية. تعتبر المياه الجوفية موردا طبيعيا مهما في جميع أنحاء العالم، لأنها تسد العديد من احتياجات الأفراد من المياه، خاصة عندما تكون مصادر المياه السطحية كالأنهار والبحيرات شحيحة ونادرة أو يصعب الوصول إليها، وتنقل المياه من طبقات المياه الجوفية إلى سطح بشكل طبيعي من خلال ينابيع، أو يتم تصريفها في البحيرات والجداول المائية، كما يمكن استخراجها عن طريق حفر الآبار التي تمتد من سطح الأرض إلى تلك الطبقات وتملأ بالمياه الجوفية، ثم يتم سحب المياه منها باستخدام المضخات. وبكده يا جماعة يكون الفيديو انتهى معانا النهاردة. ياريت ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واللايكات ولو في تعليقات عشان نقدم كل ما هو جديد. نشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.